الو، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت باش نقدم لكم لا ريتسيتا تاع لا كروستاتا كوموس دي ماسكاربوني اي مينتا. هي عباره عن طارت فوقها لا موستار ماسكاربوني او فليو. ندوزو نشوفو المقادير. في المقادير غادي نحتاجو جوج بيضات، 140 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع الدقيق، 60 مللتر تاع الحليب، 50 مللتر تاع الزيت النباتيه، خماره تاع الحلوى، و20 غرام تاع الكاكاو المر. غادي نبداو بجوج البيضات تاعنا، نحلوهم في واحد السلافه وغنطربوهم. مع السكر رغويهم مزيان حتى اللون تاعهم يبهت. دافو الزيت الحليب تاعنا هانتوما كما شفتوا فاش تنضيف انا المقادير تنقص السرعه تاع الخلاط تاعي وتنخليه بشويه يعني لا واحد تنخلطوا الخميره مع الدقيق وتنزيدوا لهم تاع الكاكاو تاعنا وتناخذوا واحد الغربال باش كاع المواد الجافه نغربلوهم كاع نديروهم في الخليط نخلطو مزيان المواد الجافة تاعنا مع السائلين و تلقاو راسنا ما بقاوش الكويرات في العجينة ما خصوهاش تكور لينا هادو اللي تتشوفو يكونوا النقطة تاعو الهواء داك الهواء اللي نفخنا به البيض هو هذاك ولكني الخليط ما خصوش يكون مكور نجيبو المول تاعنا نديرو فيه واحد شويه تاع الزبدة نكبو فيه الخليط وندخلو الحلوة تاعتنا للفران على درجة 180 20 دقيقة ومن بعد تنقلبوها من الوسط إلى طابت بحال هكا وخاصكم تسناو حتى تبرد البنات تقريبا ساعتين باش هكا تزول لكم بسهوله ما تلصقش هنا استعملت الماسكاربوني 10 مليلتر تاع السيرو تاع الفليو 100 مليلتر تاع بانا يعني قشده طاريه و جوج معالق كبار تاع السكر
هادو هما المكونات اللي غادي نقادو بهم لا كريم تاعنا. نطلعوا لا كريم فريش تاعنا نرغويوها، ماشي كلها حتى النص، ما ترغويش بزاف. انتما تشوفوا كي غادي تولي بحال هكا. وغادي نبداو نضيفو الماسكاربوني تاعنا والجبن. والسكر، انا ما كثرتش من السكر حيت عندي هاد القشده الطريه ديجا فيها السكر، وما بغيتش نكثر الحلاوه. الا نتوما ما عندكمش ديجا فيها السكر ممكن تزيدوا شحال ما بغيتوا على حسب الذوق. انتوما راه هاد الحلوه تجي ساهله الا وقفوا عليكم الضيوف، الا في الصيف بغيتوا شي حلوه تكون فيها واحد النكهه كي نقول لكم صيفيه، ما تكونش ديما كيكه بالشوكولات، كيكه بزاف المكونات اللي تيتقلوا علينا. هذه تتكون كيكه صيفيه تقدروا تفطروا بها، ديروا بها كاسكروت اللي بيتو. هنا زدت الزيرو باش عطينا شويه تاع المدى كلون. ولا حفظتها في الدوبه مزيان في الثلاجه، راه تقيس لكم حتى يومين ثلاث ايام بلا حتى مشكل. نجيب الساكابوش تاعي وندوزو للتزيين. زين تيبقى اختياري، انا درت لها بهذه الطريقه، نتوما تقدروا ديروا لها كيما حبيتوا. كنبقى تندير هذا الكريم تاعنا دائره وانتوما ديروها على حساب شكلكم، وانا متاكده اللي شكلاتكم غادي يكونوا حتى هما افكار زوينين. تقدروا تزينوها بشي ورقه تاع النعناع الى عندكم، انا زوقتها بهم وواحد القطرات تاع السيرو. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكيكه تاعتنا، نتمنى تعجبكم.
تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسوش اشتركوا في القناه، ديروا لايك، خليوا لي تعليق لتحت، وتبعوني في الانستغرام، غنخلي لكم الرابط لتحت. المهم نتلاقاو في فيديو جاي. بالسلامه.